بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس الأول. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المفتي المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الإيمان هو أحد مراتب الدين، لأن الدين دين الإسلام على ثلاث مراتب، كما جاء ذلك في حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، دل على أن الدين. ولما انتهى وخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل، أتاكم يعلمكم دينكم. وكان أتاهم في صورة رجل طالب علم، وهو أتى ليعلم الصحابة دينهم. أدل على أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: أولها الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان، كل مرتبة أعلى من التي قبلها. والمقصود الآن هو المرتبة الثانية، وهو الإيمان. قول الشيخ رحمه الله: أصول الإيمان، أي أدلة، لأن الأصل في عند الأصوليين، الأصل عندهم هو الدليل، أصل كذا أي دليله. فهذا الكتاب ذكر فيه الشيخ أدلة الإيمان من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان في اللغة التصديق، تصديق هذا في اللغة، يقال آمن له أي صدقه. آمن له لوط يعني صدقه، صدق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق بما قلناه لك، هذا في اللغة. أما الإيمان في الشرع فقد عرفه أهل السنة والجماعة بأنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا التعريف معقول من الكتاب والسنة، فتعريفه بهذا التعريف هو من باب الحقيقة الشرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية هي التي جاء بها الشرع
وقد جاء الشرع بأن الإيمان يتكون من هذه الأشياء الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. لا بد من اجتماع هذه الثلاثة. فليس الإيمان هو النطق باللسان فقط كما تقوله الكرامية، وليس هو الاعتقاد بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة، وليس هو النطق باللسان والاعتقاد بالقلب كما تقوله الحنفية، وإنما هو الثلاثة: نطق باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. يزيد بالطاعة، فإذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يزيد بالطاعة، وكل ما عمل الإنسان طاعة زاد بها إيمانه حتى يعظم إيمانه، وكل ما عمل معصية يضعف إيمانه. المعاصي تضعف الإيمان ونقصه حتى يصل إلى حبة خردل أو أقل. الناس ليسوا في الإيمان سواء، منهم من إيمانه عظيم ومنهم من إيمانه قليل حتى ربما يصل إلى حبة خردل، وزن حبة خردل، وهذا ضعيف الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فدل على أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون أضعف. وكذلك جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني أقل للناس إيمان، يخرج من النار، ولا يبقى في النار إلا من ليس في قلبه إيمان أصلا، من الكفار والمنافقين والملاحدة الذين ليس عندهم إيمان ولا حبة خردل، هؤلاء يبقون في النار. أما من كان في قلبه إيمان فإنه وإن عذب في النار وبقي فيها مدة إلا أن الله يخرجه منها بإيمانه ولو كان ضعيف. الشاهد من هذا أن الإيمان يكون ضعيفا. قال تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، دل على أن هناك إيمان ضعيف يكون أقرب إلى الكفر، يضعف حتى يقرب من الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هذا معنى قولهم وينقص بالمعصية. وهذا تعريف دقيق مأخوذ من النصوص. الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد من هذه الأمور الثلاثة. هذا تعريف عند أهل السنة والجماعة. والإيمان له أركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر
خيره وشره، هذه أركان الإيمان. وله شعب تزيد على 70 شعبة أو 60 شعبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان كثيرة، خصال الإيمان كثيرة. وهذا الكتاب يبين فيه الشيخ رحمه الله ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان ومن شعبه. أولها الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. أول الإيمان معرفة الله، معرفة الله، معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. وبماذا يعرفه؟ يعرفه بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، كما وصف الله، كما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه، وجب الإيمان به، وبه يعرف الله جل وعلا. فمثلا يعرف بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، العزيز الحكيم، هذه أسماء الله. وصفاته، كل اسم منه صفة، يتضمن صفة. فالعليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن الحكمة، الرحيم يتضمن الرحمة، والكريم يتضمن الكرم، والعظيم يتضمن العظمة، وهكذا. فأسماء الله ليست أسماء مجردة، وإنما هي أسماء عظيمة. ولهذا قال: ولله الأسماء الحسنى، صفى بأنها حسنى، لأن كل اسم منها يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تعرف الله وتدعوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء والصفات توقيفية، لا أحد يسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله. فلا أحد أعلم بالله من الله جل وعلا، ولا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يجوز وصف الله أو تسميته إلا بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره، وأحسن حديثا من خلقه. نحن نعرف الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغلب شركائي على الشرك، من عمل عملا أشرك به من غيره تركته وشركه. رواه مسلم. نعم. قال الله تعالى، هذا يسمى بالحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا يسمى بالحديث القدسي، لفظه ومعناه من الله جل وعلا، تكلم الله به.
ورواه رسوله صلى الله عليه وسلم بلغه لأمته. قال الله تعالى: هذا فيه إثبات القول لله وإثبات الكلام لله، وهذه صفة من صفات أنه يقول وأنه يتكلم سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا فيه إثبات الغنى لله عز وجل. والله جل وعلا يقول: هو الغني، هو الغني، له ما في السماوات ما في الأرض، فالله غني عن خلقه سبحانه، لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى معين ولا إلى شريك ولا إلى ظهير، هو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا فيه وصف الله بالغنى، وفيه نفي الشرك عن الله جل وعلا، نفي الشركاء عن الله، ليس له شريك في الملك، ليس له شريك في العبادة، وليس له شريك في أسمائه وصفاته جل وعلا. فالله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفة الله جل وعلا. لما قال المشركون النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وغيرها في القرآن مما جاء في أسماء الله والصفات كله تعريف بالله جل وعلا. ففي هذا تنزيه الله جل وعلا عن الشرك، وأن العمل الذي يقع فيه شرك لا يتقبله الله، تركته وشرك، العمل الذي فيه شرك لا يقبله الله، وهو مردود على صاحبه وباطل. الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يكتب القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، فجاءه النور لو كتبه لاحرق السبحات وجهه من ذهى إليه وقمه من خلفه. رواه مسلم. هذا حديث عظيم في تعريف بالله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. هذا نفاه الله في القرآن، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم موت، النوم موت، موتة صغرى، وهو ضعف في النائم. الله ينزه عن ذلك، لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة وهي النعاس ولا نوم مستغرق. الله منزه عن ذلك، لأن النوم من صفات البشر، وهو صفة نقص، الله منزه عن ذلك. ولا ينبغي له، يعني لا يليق به سبحانه أن ينام، لأنه الكامل جل وعلا في
حياته وقيوميته، فهو منزه عن النوم ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. القسط معناه العدل والميزان، يخفضه بمعنى أنه ينزل على عباده أرزاقهم وما كتبه الله لهم، ويرفعه يرفع إليه العمل، عمل بني آدم. الله جل وعلا دائما هذه صفته، هذه صفته، ينزل الأرزاق والمقادير على عباده وترفع إليه الأعمال خيرها وشرها، صالحها وسيئها، كلها ترفع إليه سبحانه كما يأتي. فهذا فيه وصف الله، هذا فيه تنزيه الله، فيه تنزيه الله عن النوم. ووصف الله جل وعلا في الحياة الكاملة، وصف الله جل وعلا بأنه يدبر أمور الخلق، يخفض القسط ويرفعه، يدبر أمور الخلق ويحصي أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة. نعم، يخفض القسط، نعم، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، هذا كما في عمل الحفظة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في الحديث: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يسمون الحفظة، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يجتمعون في صلاة العصر الذين نزلوا لأعمال الليل، والذين انتهى عملهم بالنهار يجتمعون في صلاة العصر ويحضرونها مع المسلمين. وفي صلاة الفجر كذلك الذين نزلوا في الليل يحضرون صلاة العصر الفجر ثم يصعدون، والذين نزلوا في النهار يجتمعون مع ملائكة الليل في صلاة الفجر. ولهذا قال جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي محظورا، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر كما في الحديث. ولهذا كانت هاتان الصلاتان أفضل الصلوات الخمس: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا الفجر، وقبل الغروب، هذا العصر، فيهما فضيلة على غيرهما لحضور الملائكة فيهما. نعم، يرفع. نعم، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا فيه وصف الله جل وعلا بالنور، وصف الله جل وعلا بالنور. الله جل وعلا يوصف بالنور. النور على قسمين: نور هو من صفات الله جل وعلا، نور الله عز وجل، والنوع الثاني نور مخلوق كنور الشمس ونور القمر، وهناك نور ثالث وهو نور الوحي. الوحي نور أيضا. فالله جل وعلا هو النور، ومنه النور سبحانه وتعالى. ونور الله جل وعلا قد حجبه بالحجاب عن عباده، لأنهم لا يستطيعون رؤية الله جل وعلا في الدنيا، لا يستطيعون رؤية الله
ولو تجلى لشيء من خلقه لاحترق. وتقرؤون قصة موسى عليه السلام لما جاء لموعد الله له يتلقى منه التوراة، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، اشتاق إلى ربه سبحانه وتعالى لما سمع كلامه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الجماد الصلب لما تجلى الله له اندك وصار ترابا. عند ذلك وخر موسى صاعقا مخشيا عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذه الدنيا ما يستطيع أحد أن يرى الله سبحانه وتعالى لأن حجابه النور سبحانه. وفي ليلة المعراج سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي حجابه النور فلا يراه أحد في هذه الدنيا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن الخلق لا يستطيعون رؤيته بعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال لو كشفه، يعني كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه، أي نور وجهه وجلال وجهه سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا فيه، هذا فيه وصف الله جل وعلا لأن له حجابا تجب به عن المخلوقات، لأن المخلوقات لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وفيه إثبات البصر لله سبحانه ما انتهى إليه بصره، فيه إثبات البصر لله جل وعلا، وهذا جاء في القرآن سميع بصير، سميع بصير الذي يراك حين تقوم يرى ويبصر سبحانه وتعالى، يبصر عباده ويراهم ولا يحجبه عنهم شيء، ما يحجبه عنهم شيء، لا جدران ولا حصون ولا أي شيء، ولا ظلمة ولا ستائر ولا أي شيء، لا يحجب بصر الله جل وعلا لعباده، لا يحجبه شيء، يراهم أينما كان. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فهذا حديث عظيم فيه وصف الله جل وعلا بالحجاب، وأنه نور، وأنه لو كشف هذا الحجاب لاحترق ما ينتهي إليه بصر الله جل وعلا من خلقه. وبصر الله جل وعلا لا نهاية له. هذا فيه بيان الحكمة في الحجاب، وأن المخلوقات لا تستطيع مقابلة جلال الله سبحانه وتعالى، عظمة الله. وأما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها رؤية الله جل وعلا، وهذا من إكرامهم. لما عبدوه في هذه الدنيا وهم لم يروه، بل عبدوه إيمانا به سبحانه، أكرمهم الله بأنه يتجلى لهم يوم القيامة في الجنة ويرونه جل وعلا، يرونه في عرفات القيامة ويرونه في الجنة، لأن الله يعطيهم قوة ليست في هذه الدنيا وإنما هي في الآخرة، يستطيعون بها رؤية الله ويتلذذون بها ويكرمهم الله جل وعلا بها.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله من آلى تغيب آلهته سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منه خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ونفق بيده الأخرى يظهر ويخفض أخرجا. هذا فيه وصف الله بأن له يدين. الله جل وعلا أثبت هذا بالقرآن، فقال لإبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، وهو آدم عليه السلام خلقه الله بيديه سبحانه وتعالى. ففيه إثبات اليدين لله وأن له يمينا، وفيه وصف الله جل وعلا بالجود والكرم وأنه هو الذي ينفق على عباده، يده سحاء الليل والنهار في العطاء والجود والكرم. أرأيتم ماذا أنفق من خلق السماوات والأرض إنه لم يغض ما في يمينه، لا ينقص، لا تنقص خزائنه سبحانه وتعالى بالإنفاق، لأنه الغني سبحانه وتعالى، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. فجميع الأرزاق التي للآدميين وللبهائم وللحشرات وللطيور وللوحوش كلها من رزق الله وإنفاق الله على مخلوقاته، وعلى كثرة هذا الإنفاق لا ينقص مما عنده، خلاف المخلوق إنه وإن كانت عنده ثروة هائلة إذا صار ينفق منها تنقص حتى تنفذ. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. نعم، أعيد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله من آلى. في إثبات اليد لله ووصفها باليمين، وجاء أيضا وصف الأخرى بالشمال، وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، فهي شمال ليست كشمال المخلوقين، بل هي شمال وهي يمين أيضا، تسمى يمين، كلتا يديه يمين. نعم، واحدة من يديه فيها الإنفاق على العباد والأخرى فيها القسط. نعم. لا تغيبها نفقة. نعم، أعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأى. يمين الله ملأى، يده سبحانه ملأى بالرزق، ملأى بالرزق والخير. نعم. لا تغيبها نفقة، لا ينقص مما في يمينه سبحانه وتعالى ما ينفق على عباده. نعم. سحاء الليل والنهار. نعم، كثيرة العطاء، سحاء يعني كثيرة العطاء الذي لا حد له، الليل والنهار، ما هو في وقت يغلق ووقت ينفق مثل بعض مثل الناس، لا، هو جل وعلا الليل والنهار، سحاء الليل والنهار في العطاء، عطاء مستمر في جميع اللحظات جميع الساعات. نعم. أرأيتم ما أنفق منه خلق السماوات والأرض فإنه لم يكن ما في يمينه. نعم، هذا تقريب لسعة الرزق وكثرته من الله عز وجل وغنى الله، وأنه مع كثرة إنفاقه لا ينقص مما في يمينه ولا مما في خزائنه، خلاف المخلوقين فإنهم إذا أنفقوا ينقص ما عندهم وينفد. فإذا تأملت هذه المخلوقات في البر والبحر وأنها كلها تعيش من رزق الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ينفق على هذه المخلوقات
منذ خلق السماوات والأرض ولم ينقص ذلك مما عنده شيء، ولم ينقطع رزقه سبحانه وتعالى عن مخلوقاته، فهذا دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأن هذا الإنفاق في هذا الزمان الطويل لم يغض، يعني لم ينقص ما في يمينه جل وعلا. نعم. والرزق بيده الأخرى يرفع ويقبض. اليد الأخرى هذا فيها أن لله يدين سبحانه، اليد اليمنى فيها العطاء والكرم والجود والإنفاق على عباده، والثانية فيها القسط وهو العدل، يخفض ويرفع، يخفض المقادير وينزلها على عباده ويرفع أعمالهم ويحصيها. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاشين يلتقطان، فقال: أتدري فيما يلتقطان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. نعم، هذا فيه وصف الله بالعلم، وأنه يدري ما يدور بين مخلوقاته حتى البهائم. شاتان تنتطحان فيما بينهما يتدافعان، فقال لأبي ذر: أتدري بما ينتطحان؟ وش السبب في كون يحصل بينهم هذا التضارب والتدافع؟ فقال أبو ذر: الله أعلم. قال أبو ذر: لا أدري. قال: لكن الله يدري. الله يعلم سبحانه وتعالى ما بين هاتين الشاتين، وإذا كان هذا في الشاتين ففي غيرهما من باب أولى، أن الله يعلم ما يدور بين العباد من الاختلاف والنزاع والشقاق، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وأنه يحكم بينهم يوم القيامة، يحكم حتى بين البهائم، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشر. وش تحشر يوم القيامة؟ تبعث تحشر ويقتص لبعضها من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحة من الشاة القرنة. فإذا جرى القصاص بين الحيوانات قال الله جل وعلا لها: كوني ترابا، فتكون ترابا، فهي تبعث من أجل القصاص، تبعث وتحشر من أجل القصاص فيما بينها. وإذا كان القصاص والحكم بالعدل يجري بين البهائم فبين غيرها من باب أول، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. الحديث فيه صفتان من صفات الله: الأولى علم الله جل وعلا بما يجري بين المخلوقات حتى الشياه، والثاني الحكم، أن الله يحكم يوم القيامة بين الناس وبين الحيوانات، يقضي بينهم وينصف المظلوم من الظالم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامين على أذنيه والتي بينا على عينيه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الأمانات كل ما استحفظت عليه
يجب عليك أن تؤديه إلى من ائتمن، ولا تخن في الأمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والأمانات جمع أمانة، وهي كل ما ائتمنت عليه من الأموال ومن الأسرار ومن الأعمال التي تسند إليك، هذا أمانة. العمل الوظيفي أمانة، أمانة في ذمتك، كل المسؤوليات أمانة. ليست الأمانة خاصة بالوديعة كما يفهم بعض العوام، بل الأمانة عامة في كل ما ائتمنت عليه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أمانة بينك وبين الله، وأمانة بينك وبين ولي الأمر أمر المسلمين، وأمانة بينك وبين الناس. يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والآية وإن كانت نازلة في الوظائف أنه يجب على ولي الأمر أن يسند الوظائف إلى من يقوم بها من الناس ولا يحابي فيها، أنها نزلت في مفتاح الكعبة، وكان مفتاح الكعبة عند بني شيبة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذ علي رضي الله عنه المفتاح من بني شيبة، فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي رضي الله عنه ودفعه إلى بني شيبة، ولا يزال في يدها إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. السبب خاص لكن اللفظ عام، والعبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قرر ذلك علماء التفسير وعلماء الأصول، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فيشمل جميع الأمانات الحسية والمعنوية، كل ما كلفك الله به من الأعمال فهو أمانة بينك وبين الله. الوضوء أمانة، والاغتسال من الجنابة أمانة بينك وبين الله، وجميع الأعمال التي أوجبها الله عليك أمانة، وجميع الذي حرم الله عليك أمانة. يجب عليك أن تؤديها وأن تراعي أمانتك. وجميع الأموال التي عندك للناس، والديون التي في ذمتك، والوظائف التي تتولاها، والبيع والشراء والمعاملة، الناس يأتمنونك، يشرون منك ويبيعون عليك ويدينونك، هذه أمانة، يأتمنونك الناس. فعليك أن تحفظ الأمان، أن تحفظ الأمانة في جميع أمورك. فالإنسان عليه أمانات، ما نحد ما عليه أمانات. أولادك في بيتك أمانة في ذمتك، أنت مسؤول عنها رعية. فالأمانات كثيرة، فعلى المسلم أن يحفظ أماناته وأن يؤديها إلى من ائتمن، إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. محل الشاهد: إن الله كان سميعا بصيرا، فيها وصف الله بالسمع والبصر، أنه سميع بصير، هذان اسمان من أسماء الله يتضمنان إثبات السمع لله والبصر لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن السمع والبصر حقيقيان بالنسبة لله عز وجل، أراد أن يبين أن السمع سمع حقيقة، والبصر بصر حقيقة لله، وليس مجازا كما يقوله كما يقوله أهل الضلال.
يقولون الصفات والأسماء ويقولون هذا مجاز. ما لله سمع حقيقة ولا لله بصر حقيقة، وإنما هذا مجاز. الرسول أبطل هذا وبين أن السمع حقيقي، وضع أصبعه على أذنه ليبين أن هذا حقيقي، ووضع الأصبع الأخرى على عينه ليبين أنه بصر حقيقي وليس مجازيا. فهذا فيه رد على الذين يؤولون أسماء الله وصفاته، وأن الواجب إثباتها كما جاءت وكما دلت عليه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في قلبه إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم من لا يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا علم لله جل وعلا. وأن الله عليم كما جاء في القرآن والسنة. وفيه أن مفاتيح الغيب، قال جل وعلا: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. جاء تفسير هذه المفاتيح في سورة، في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه المفاتيح الخمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، نص الله بعلمه. إن الله عنده علم الساعة، لا يدري متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها؟ ليعلم من السائل، يعني أنا وأنت سوى لا نعلم هذا الشيء، لأن هذا من اختصاص الله سبحانه وتعالى. والله ذكر هذا في القرآن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلا يعلم قيام الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يحسبون ويقدرون عمر الدنيا، هؤلاء كذبة يكذبون على الله سبحانه وتعالى، وينازعون الله جل وعلا في علمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فلا أحد يستطيع ينزل الغيث إلا الله جل وعلا، ولا أحد يدري متى ينزل الله الغيث، هذا من اختصاصه سبحانه وتعالى. ما أحد يدري هل هالسنة يجي أمطار أو ما جاي أمطار، هل بكرة مطر ولا، ما أحد يدري، هذا من اختصاص الله جل وعلا. وأما ما يذكر في الإذاعة من توقعات وهبوب الرياح وما أشبه ذلك، هذه ما هو جزم، توقعات بناء على ظواهر جوية عندهم، فهم لا يجزمون، وإنما يتوقعون يمكن يصيب ويمكن يخطئ توقعهم. ما يقال أن هذول يدرون عن المطر، لا ما يدرون، وما أنه ما يحصل مطر وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الأجنة التي في البطون
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سواء بطون الآدميات أو بطون البهائم أو الحيوانات، ما يدري أحد عما في بطونها، هل هو ذكر ولا أنثى ولا حي ولا ميت ولا كامل الخلقة ولا ناقص الخلقة، لا يعلم هذا إلا الله. حتى الملك الذي يوكل بنفخ الروح إذا جاء ينفخ الروح يسأل الله عز وجل ما أجله، ما عمله، ما هل شقي أو سعيد، الملك ما يدري، يسأل الله حتى يخبره الله جل وعلا فيكتب ما أخبره الله به. أما ما حدث الآن من الأشعة وكون الأشعة تشخص الحمل ويقول لك إنه ذكر ولا أنثى، فهذا هذا ما هو من علم الغيب، هذا من علم الشهادة. هذه الآلات صارت تصور، تخترق الأحشاء والجلد وتصور ما فيها تبينه، هذا ما أصبح من علم الغيب بعد ما اكتشف وصور، لكن قبل التصوير وبدون التصوير هل أحد يعلم؟ يعني بدون الآلات هذه هل أحد يعلم؟ ما أحد يعلم. تجيب الناس كلهم تقول هل بطنها هل حاملوس؟ ما يدري. لكن إذا جابوا آله وأشعة هذا من الله سبحانه وتعالى أقدرهم عليه، أصبح ليس من علم الغيب، لكن من قبل ما كانوا يدرون عن هذا. وأيضا هم دروا أنه ذكر ولا أنثى، ولا دروا أنه حي ولا ميت، هل يدرون عن عمله؟ هل يدرون عن أجله؟ هل يدرون أنه شقي أو سعيد؟ ما يدرون، هم بس قالوا أنه ذكر ولا أنثى، وهو كامل الخلقة ولا ناقص، هذا حد علمه. لكن أجله متى؟ يبي يعيش كم سنة؟ عمله هل يصير كافر ولا مسلم؟ هل هو صالح ولا فاسق؟ رزقه ما يدرون عن رزقه، يبي يصير غني ولا فقير ولا، ما يدرون عن هذا. فعلم الله جل وعلا باقي، ولو أن الناس عرفوا بعض الأشياء بواسطة ما أقدرهم الله عليه. ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، أن تدري وش باسل، وش تبي تزين، وش تبي تحصل، وش يجيك، هل تبي تربح ولا تخسر، ولا تحيا ولا تموت، أن تدري ماذا يجري عليك غدا، ما أحد يدري، ما أحد يدري إلا الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. والشاعر الجاهلي جهير بن أبي سلمى يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هذا وهو جاهلي فلا يدري ماذا سيكون في الغد أو في المستقبل، هذا من علم الله جل وعلا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الموت لابد منه، لكن ما تدري وينه، في بي بلد، بي مكان، بر ولا بحر ولا بالجو ولا بالأرض ولا، ما تدري، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب. فالحديث فيه إثبات، فيه إثبات العلم لله جل وعلا، وفيه بيان مفاتح الغيب التي ذكرها الله في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهو تفسير للآية. نعم. والغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شاهدوا، والله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، أي ما ظهر للناس وما خفي عليهم، الله عليم به سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد ضررا لكون عبده فيما يكون إليه من أحدكم كان على رعيته في أرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجر في أخذها وقد أيس من قافلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ من طعامها فقال من شدة البرم اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة البرم أخرجها. هذا فيه إثبات الفرح لله جل وعلا وأنه يفرح بتوبة عبده، وفيه إثبات التوبة وأن الله يتوب على عبده، والتوبة معناها الرجوع، الله جل وعلا يعود على عبده بالمغفرة بدل الغضب، يعود له بالرضا بدل الغضب، يعود له بالمغفرة بدل العذاب، يتوب. ومن أسمائه التواب سبحانه وتعالى، وأنا التواب الرحيم كثير التوبة على عباده، ففيه إثبات التوبة لله وأنه يتوب على عباده ويرجع عليهم بالخير، وفيه إثبات الفرح وأن الله يفرح بتوبة عبده، ففيه حث العباد على التوبة من الذنوب وعدم القنوط من رحمة الله، وأن الله يفرح بهذا، وهذا من كرمه سبحانه. هو ليس محتاجا إلينا، إذا تبنا ما زدنا في ملكه شيء، وإذا لم نتب ما نقصنا من ملكه شيئا، ولكن الله يفرح بذلك تكرما منه ولطفا منه سبحانه بعباده، لأنه يريد لهم الخير ويريد لهم النجاة والفوز، ولا يحب لهم الكفر ولا يحب لهم العذاب، وإنما يحب لهم التوبة ويحب لهم المغفرة ويحب لهم النعيم والنجاة، فهذا من فضله سبحانه وتعالى. لله أشد فرحا بتوبة عبده، أشد فرحا فيه أن الله يفرح فرحا شديدا أشد من فرح المخلوقين. ثم ضرب مثلا في رجل فقد راحلته في أرض مهلكة ما فيها ماء ولا فيها طعام، ولا فقدها في أرض دوية، أرض مفازة ما فيها أحد ولا أنيس ولا طعام ولا شراب، إلا هالراحلة راحت عليها طعام وشراب، استسلم للموت ونام تحت ظل شجرة ينتظر الموت، بينما هو كذلك إذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. فهذا فيه أنه لا يجوز القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، مهما اشتد الأمر بالعبد والضيق فإنه لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يعظم الرجاء بالله، وكلما اشتد العسر فاليسر قريب، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، كما في القرآن إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ففرح هذا الرجل فرحا شديدا حتى إنه أخطأ في الكلام من شدة الفرح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا من هذا الإنسان، ففيه إثبات الفرح لله عز وجل وأنه فرح شديد لا يعلمه إلا الله، وفيه عدم القنوط والياس من رحمة الله، وفيه أن المخطئ لا يؤاخذ، فهذا أخطأ في التعبير
فالله لم يؤاخذه، قال وصف الله بأنه عبد ووصف نفسه بأنه الرب، وهو لم يتعمد هذا، وإنما هذا خطأ. والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، قال سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت. نعم. فهذه الأحاديث فيها معرفة الله جل وعلا، اختارها الشيخ عن فقه وعن فطنة أنها تعرف بالله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، وأنه يبسطها تكرما منه سبحانه وفضلا منه جل وعلا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. هذا فيه إثبات أن الله يتوب على عباده ليلا ونهارا متى ما تاب، وأن التوبة ليس لها وقت محدد، ليس لها وقت محدد، ففي أي ساعة من ليلا أو نهار تب إلى الله عز وجل، ولا تروح تقول بقى بروح لما مثل ما النصارى يروحون لما الكنيسة يتوبون. لا، الله جل وعلا ما على أبوابه حجاب، ولا على وليس لفضله حد، وليس للتوبة له وقت محدد، فتوب إلى الله في أي وقت. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار ويبسط يده بالنار ليتوب مسيء، دائما وابدا هذا شأنه سبحانه وتعالى. هذا فيه الحث على التوبة والمبادرة، وان الانسان لا يؤخرها، يقول هذا الوقت ما هو بالتوبة يؤخرها، لا، بادر بالتوبة في اي لحظة من ليل او نهار. ففيه وصف الله بان له يدا وانها مبسوطة غير مقبوضة، وأنه يتوب على عباده سبحانه دائما وأبدا في الليل والنهار. ففيه الحث على المبادرة بالتوبة في أي لحظة، ولا يؤجلها الإنسان إلى وقت آخر ويظن أنها ما تقبل في وقت دون وقت. يتوب مسيء النهار. نعم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولهذا في الحديث يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع نواد، فاذا امراه من السبع تسعى اذ وجدت صبيا في السبع فاخذته فالتفته ببطنها فارضعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه المراه طالقه ولدها في النار؟ قلنا لا والله. هذا فيه إثبات الرحمة لله عز وجل، وهذا في القرآن، وأن رحمته أشد من رحمة الوالدة بولدها. هل هناك في الخلق أرحم من الوالد بولده؟ ما في الخلق أرحم من الوالد بولده. الله جل وعلا أشد رحمة من الوالد بولده. هذا فيه إثبات الرحمة لله عز وجل، وأنها رحمة عظيمة شديدة، ووفد هوازن. هوازن هي قبيلة المسمات الآن، اعتبر هي هوازن،
قصتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عام سنة 8 من الهجرة، لما فتحت مكة ودخلت قريش في طاعته صلى الله عليه وسلم، هوازن وكانوا في قريبين من مكة، كانوا قريبين في الطائف وما حولها، ممتدين في هذه الأراضي، خافوا أن الرسول يغزوهم. أما سقطت قريش ما بقي لهم، فخافوا أن الرسول يغزوهم، فاجتمعوا على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول علم بذلك فجهز الجيش، جهز الجيش جيشا كثيرا من الذين جاءوا معه من المدينة ومن أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح، خرج معه جيش عظيم، والتقى الجيشان في وادي حنين، في وادي حنين التقى الجيشان. حصل على المسلمين في أول الأمر ضيق وضغط، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت، ثبت ولم يتزحزح من مكان، وجعل ينادي المسلمين، وأمر عمه العباس أن ينادي المسلمين لأن صوته كان جهوريا، فنادى المسلمين بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد المسلمون والتفوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دارت المعركة من جديد، فنصر الله المسلمين وغنموا أموال هوازن ونساءها وأطفالها، غنموا كل ما معهم، لأن هوازن جاءت بنسائها وأموالها وأولادها إلى أرض المعركة، فصارت غنيمة للمسلمين. فلما انتهت المعركة وغنم المسلمون مغانم هوازن وجمعت الغنائم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مسرعة تجوب العسكر مشفقة تبحث عن ولده، فلما رأته أخذته وألزقته ببطنه وجعلت ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتظنون أن هذه المرأة تطرح ولدها في النار، يعني وهي تحب هذا الحب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. فهذا فيه إثبات الرحمة لله عز وجل، وأنها أرحم من رحمة الوالد بولده، لكن هذا لمن تسبب في الرحمة، أما من ضيع وضيع العمل وعصى الله عز وجل وكفر به فهذا هو الذي فرط، وهذا هو الذي ضيع نفسه. أما من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله وعمل أسباب الرحمة فإن الله أشد رحمة بعباده من هذه المرأة بولده. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ثم رد وفق العرش. نعم، يجوز الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، يجوز تقول ورحمة الله وحياة الله وعلم الله وكلام الله، يجوز لأن صفاته ليست هي شيء غير الله جل وعلا، صفاته تابعة له سبحانه وتعالى. نعم.
وليست مخلوقة، إنما الممنوع هو الحلف بالمخلوق. أما الحلف بالخالق أو بصفاته أو بأسمائه فهذا جائز. نعم. الفرق واضح، الأسماء ينادى الله جل وعلا ويدعى بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهي الاسم كما يقول النحويون الاسم علامة على المسمى، معرفة بالمسمى ينادى به ويعرف به، والصفة تابعة للاسم، الأصل هو الاسم والصفة تابعة له. نعم. حديث صحيح، الله جل وعلا يرى في المنام، الله يرى في المنام، إنما الذي لا يقع هو الرؤية في اليقظة في هذه الدنيا، الله لا يرى في اليقظة في هذه الدنيا، لأن أحدا لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله يقوي أهل الإيمان ويجعل فيهم استعدادا لرؤيته سبحانه وتعالى. وأما المنام الله جل وعلا يرى في المنام في هذه الدنيا، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. أحسن الله إليكم. وغيره الشيخ قد سلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. نعم، الإسراء كلمه وفرض عليه صلوات الخمس بدون واسطة، بدون واسطة جبريل. وعما موسى عليه السلام الله جل وعلا اختصه بكلامه لأنه يكلمه بدون واسطة بما ينزل عليه من الوحي والتوراة بدون واسطة. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فكلمه ليلة المعراج، كلمه ليلة المعراج في شأن خاص أو بشأن عام مثل موسى عليه السلام، ولذلك اختص موسى بكونه كليم الله. نعم. سلام الله. المجاز غير الحقيقة، المجاز غير الحقيقة، يقولون مثلا يد الله قدرته، الحقيقة أنها اليد الحقيقية معروفة، هم يقولون لا، الله لا يوصف بأن له يد، وإنما المراد اليد اللغوية وهي القدرة، وهي القدرة أو النعمة، هذا فهم حملوها غيروا الحقيقة إلى المجاز، صرفوا اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. نعم. يقول أيضا في القرآن مجاز؟ ليس في القرآن مجاز، القرآن كلام الله كله حقيقة وليس فيه مجاز كما يقوله المبتدعة. نعم. أما اللغة العربية فربما يكون فيها مجاز، أما القرآن فليس فيه مجاز بل كله حقيقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا البعض يستدل على الأمور الغيبية من إعجاز الرقم في القرآن، هل هذا صحيح؟ هذا باطل، استعمال الأرقام للاستدلال بها على علم الغيب هذا من علم، هذا من عمل الكهان، هذا من عمل الكهان، لا يجوز ادعاء علم الغيب بواسطة الأرقام أو ما أشبه ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. بعض أهل المنطق يطلقون على الله أنه واجب الوجود،
المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الله جل وعلا ما يقال أنه جائز الوجود، لأن جائز الوجود اللي يمكن وجوده ويمكن عدمه، أما الله جل وعلا فهو واجب الوجود، وجوده جل وعلا حقيقي وثابت. نعم. فيجوز القول اللهم صل على كامل الانوار. شيء ما ورد هذا، هذا ما ورد كامل الانوار، ما هذا ما ورد، وهذا هذا من الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. الأصوليون عند العلماء، علماء الأصول، أصول الفقه، أصول الفقه التي بها يعرف الاستنباط، الأمر للوجوب والنهي للتحريم أو الكراهة أو للإباحة، الأمر يكون للإباحة، يكون للاستحباب، يكون للوجوب، النهي يكون للتحريم، يكون للكراهة، العام يخصص، المطلق يقيد، المنسوخ يعمل بالناسخ بدل المنسوخ. هذه معلومات أصول الفقه، القياس وشروط القياس والاستنباط. كتب الأصول معروفة ومدونة، مختصرة ومطولة، وهي مفيدة، علم الأصول مفيد جدا، أنه يساعد العالم على الاستنباط من الكتاب والسنة بواسطته. أما الأصوليون اللي يقولون اليوم يسمونهم الأصوليون، ما هم أصول الفقه، الأصوليون يعني أنهم متمسكين بالأصول، هذول المتشددين اللي يسمونهم متشددين بالدين يسمونهم أصوليين، أنهم متمسكين بالأصول ولا يتركونها إلى غيره. وبعضهم يقول الوصوليون بالواو، وهذه غير بعد، الوصوليون يعني اللي يريدون الوصول إلى مطلوبهم بأي وسيلة، ولا يتقيدون بحلال وحرام، بل مهمتهم أنهم يصلون إلى ما يريدون، ويقولون الغاية تبرر الوسيلة. هؤلاء الوصوليون يريدون الوصول إلى مطلوبهم بأي وسيلة، حلال ولا حرام. أما الأصوليون في الأصل فهم أصول الفقه، لكن صاروا يطلقونهم الآن على اللي يزعمون أنهم متشددين في الدين وأنهم متمسكين بالأصول وأنهم ما ينفتحون على العصر الحاضر، وعلى هذا قصدهم، هو من باب اللمس والتنقص لهم. نعم. الله سائل يقول نعم يا أخي تمشي مع من هو على الحق، مع من هو على الحق والمتمسك بالكتاب والسنة، والذي يطلب العلم الصحيح من أصول من أصوله و منابعه، تمشي مع أهل الخير ومع أهل الحق، واتركوا عنكم هالألقاب وهالأشياء وهالحزبيات، اتركوها، خذوا الطريق الصحيح، تعلموا العلم على العلماء واعملوا بما تعملون به، واتبعوا مذهب سلف الأمة وأئمة أهل السنة والجماعة، واتركوا عنكم فلان وفلان والحزب الفلاني والجماعة الفلاني. نعم. يجوز، لكن الفقهاء يقولون يكره، لأنه ما له حرمة فيكره غسل النجاسة به كراهية تنزيل، ولو غسلها زالت النجاسة لا بأس، وإذا كان ما عنده غيره فلا بأس أنه يستنجي به، لكن الاستجمار، الاستجمار يكفي، حتى لو عنده ماء من غير زمزم الاستجمار يكفي، أن يأخذ حجاره ويمسح المخرج حتى ينشف،
يزول تزول الرطوبة فالاستجمار يكفي. نعم. الله ما هو من شك في عدد السجدات؟ يبني على اليقين، إذا شك في عدد السجدات يبني على اليقين ويسجد للسهو عند السلام، فإذا شك هل سجد سجدتين ولا سجدة واحدة اجعلها واحدة ويسجد الثاني، وإذا بغى يسلم يسجد للسهو. نعم. والنفس هذا وسواس، طلاق اللي في النفس ما يقع إنما إذا تلفظ به، أما ما دام لم يتلفظ إنه لا حكم له. قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم. الله عليك. أيضا لا بأس أنك تسأل من ولاة الأمر أنهم يعطونك أو يساعدونك بالمال، هذا مباح، لا بأس به. نعم. إنما المكروه سؤال الناس، المكروه سؤال الناس من غير حاجة، أما إذا احتاج الإنسان مضطر يسأل الناس، لا بأس قدر حاجته. نعم. الله عليكم. يقول: ما هو تقطيع الأذكار والصلوات من أجل الفقر؟ نعم. ما هو تقطيع الأذكار والصلوات من أجل الفقر؟ اللي ما يضر على الناس ما يخالف، اللي يحتاجونه الناس تظلل أمه ولا جرى على طريق أو يتظلل بها الناس أو ترعاه الإبل أو هذا لا يجوز قطعه، لأن هذا يضر الناس. أما الأشياء التي لا تضر الناس لا مانع، لكن الآن يمنعون من هذا في مسألة يسمونها البيئة أو هيئة البيئة أو ما يسمونها، تمنع من هذا، ما يخلون تتقطع على الشجر، ولو ما منعوك الأشجار اللي يحتاجونها الناس لا يجوز تقطعها تحرم الناس منها. نعم. أصحاب هذه المنزل يشتغلون بالناس. نعم. الناس اللي يشتغلون بالصحة. إيه نعم، إذا أنهم قطعوا الأشجار عنهم حرموهم من منفعتها فإنهم يستحقون اللوم، وربما يلعنهم الناس لأنهم أساءوا إلى الناس، فهم يصيرون هم السبب، هم اللي سببوا على أنفسهم أن الناس يذمونهم ويلعنونهم يدعون عليهم، الإنسان يتجنب هذه الأمور. نعم. المهنة عاد مسألة المهن، الناس يذمون الحجام ويذمون الزبال ويذمون الحرف الدنيئة، هذا أمر آخر. المحتاج لا بأس، المحتاج اللي يحتاج ويتكسب لطلب الرزق وإعفاف نفسه لا بأس، ولو حاك أو حجم أو كنس أو حمل على رأسه، هذا أشرف من السؤال، أشرف من مسألة الناس. كونه يحجم ويكتسب لنفسه وأولاده أشرف له من أنه يسأل الناس. نعم. يقول أيضا: من المال الذي ينفق الزكاة؟ نعم. يقول: ما يأتي من المال الذي ينفق الزكاة؟ إذا تجمع عنده دراهم وحال عليها بلغت النصاب، يجمع عنده دراهم من الفحم أو غيره وحال عليها الحول وهي تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة. نعم. بارك الله. يقول: أنا أود ركعة فقط بعد الزكاة دون سنة أو شبه، هل عليه شيء؟ وبعض الأحيان يصلي ثلاث بتشهد واحد. الركعة هي أقل شيء من الوتر، تجزي عن الوتر، ولكن الأفضل أنك تصلي قبلها على الأقل ركعتين، صلي قبلها على الأقل ركعتين شبه، والأفضل أنك تسلم من الركعتين ثم تقوم تجيب الركعة وتسلم، يعني ثلاث ركعات بسلامين، هذا هو الأفضل. وإن قرنت بينها بسلام واحد جاز،
إذا قرنت بينها بسلام واحد سردتها ثلاثا سلمت في الأخير هذا جائز، لكن السلامان أكمل وأفضل. والوتر أقله ركعة وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم 13 أو 11 ركعة. نعم. السعي عند جمهور أهل العلم ما يصح إلا بعد الطواف، إذا سعى قبل الطواف لم يجزي عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يفتي بجواز السعي قبل الطواف، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، وهذا مذكور في منسكه. إذا كان السائل اعتمد على هذا أو سأل أحد وأفتى بهذا فهو على ذمة من أفتاه، وإن أراد أنه يحتاط ويخرج من المسألة بيقين فالأحسن أنه يرجع، ويأتي بالسعي بعد الطواف. نعم. المجيد من أسماء الله المجيد، جاء في الحديث ذلك بأني جواد ماجد ماجد، في الحديث أن الله سمى نفسه بماجد، ولكن المعروف وفي القرآن المجيد. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.